الحلبة التي كما ترون وكما تسمعون هي مدرسة للتربية على السلامة الطرقية، فيها جميع مكونات يعني التدريب والتعلم على كل يعني القوانين والحيثيات المرتبطة بالأساسيات التي يجب على التلاميذ وعلى الأطفال وعلى الصغار والكبار أيضا أن يأخذوها بعين الاعتبار أثناء الممارسة اليومية ديالهم في التعامل مع الطرق ومع المركبات بمختلف أنواعها. هاد الحلبة كتشوفوا يعني التصور اللي فيها والطرقات وإشارات المرور يعني والممرات يعني متعلقة بالمركبات بمختلف أنواعها وبالراجلين، ويعني هي حلبة أيضا فيها تجهيزات، فيها عربات بمختلف أنواعها حجم الصغير بطبيعة الحال اللي غيتدربوا فيها التلميذات والتلاميذ، وأيضا فيها يعني ثلاث يعني حجرات صغيرة فيها يسال ميكرو كونفيرونس اللي غيكون فيهم العروض يعني حول السلامة الطرقية، وفيها واحد القاعة ديال التكوين يعني على الأساسيات التربية على السلامة الطرقية، وفيها يعني واحد يعني كراج صغير خاص بهذه المركبات يعني الاحتفاظ عليها، وكما كتشوفوا كاين التجهيزات الأساسية اللي بحالها بحال يعني الممرات في الحياة اليومية ديالنا بما في ذلك يعني إشارات المرور. هذه الحلبة يعني تم إنجازها بتعاون مع شركاء يعني أساسيين، وهم أولا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يعني في اتفاقية اللي كانت منذ سنة 2007 وتشتت طبيعة الحال في هذه السنة، وأيضا الشركة في بعد المواطنين طبيعة الحال شركة ألزا اللي عندها تخصص يعني النقل، والهلال الأحمر المغربي ومجلس العمالة والمديرية الجهوية للتجهيز وهيئات المجتمع المدني ومتدخلين آخرين بطبيعة الحال. وهذا هذه حلبة فريدة من نوعها بالمناسبة، يعني يمكن نوحدوا هذه الحالة ديال اللي نزلنا باش نديروها في أقاليم أخرى، وانتم كتعرفوا بأنه السنة الماضية ما كانتش هذه الحلبة متوفرة، ونقول أنه شريك أساسي هو المديرية الجهوية للأمن الوطني اللي كتشتغل معنا يعني باستمرار في المؤسسة التعليمية، وكتعرفوا بأنه مع المديرية الجهوية للأمن الوطني وصلنا ما يزيد على 40,000 مستفيدة ومستفيد السنة الماضية، وهذه السنة بطبيعة الحال في البرنامج ديالنا مع المديرية الجهوية للأمن الوطني نستهدف أزيد من 80,000، وبطبيعة الحال برنامج يعني مبني على الأساسيات الاحترام يعني كل القوانين ديال السير والتربية على السلامة الطرقية. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.